القصة عليكم سهلة، بالنسبة لنا ما كانت هيك، بس نحنا منشان نكون مع بعضنا حتى لو دقايق، عمر بحاله روحنا. نعم نادر بيك. ماجد فيك تجي على مكتبي عاوزك. تأمر، رح اجي فورا. عندك علم بهدول؟ شو هدول؟ ما عم تركزوا بشغلكم، ما حدا مهتم بمصلحة الشغل. بس بابا يعني. اسمعي، دخلنا بمناقصة لبيع منتجاتنا بسلسلة ماركة مشهورة كتير، بس بسبب ضيق المساحة بهي الماركة رح يقبلوا بس بشركة واحدة. وطبعا نحن لازم نكون. بالتأكيد موسى بيك كتير فادنا بموضوع السيولة، يعني إن شاء الله رح نرجع نوقف على رجلينا ونرجع لأيام زمان. غابت عن بالي هالفكرة تماما. يا ريت لو صرفتي وقت على الشغل قد نص اللي ضيعتيه على ماجد. هلأ شو العمل؟ طمني، صح ما في وقت، بس فينا نبلش تحضير للعرض من هلأ. إذا كل شيء تم على خير وكسبنا المناقصة بتوقع نكسب مكانة أكتر ماجد. إيه مزبوط، بس حضرتك قلت في شركة تانية. إيه في شركة تانية. هالشركة أنت بتعرفها كتير منيح. أرجي أغلو تكستايل. بتمنى هالمنافسة ما يكون لك فيها مشاكل. لا بنوب. مثل ما حسبت، كل الصلاحيات بإيدك، مهمتك أنه تلاقي خطة للعروض وتحدد هالخطة. إن شاء الله هالمناقصة إلنا ماجد. انت طلبتيني؟ انت بتعرف في هالمناقصة موسى بيك؟ اي مناقصة؟ هي تبع سلسلة الماركة؟ اي صح، بس لو ناخدها على محمل الجد على قد ما بنقدر، لانه تأخرنا لنعمل شيء. برأيي لسه في معنى وقت، رح نشتغل ونكسب المناقصة. مستغرب ليش خايفة هالقد من الموضوع. شوف المناقصة أكيد في عنا منافس، مجموعة أندي. بس هاي الشركة ما بتوازي ربع شركتنا، ليش كل هالخوف؟ لأنه ما منعرف شو اللي ممكن يقدموه. طيب شو رح تعملي؟ بالأول براوغ بزورهم وبحكي معهم، رح أتصرف وكأنه ضمنانين من المناقصة ورح أطلب منهم الانسحاب. تتوقع منهم الانسحاب؟ شو بيعرفني؟ بس على القليلة هيك بعرف منافسينا مين حيكونوا. مزبوط؟ اسمعي أندي، بدي عنوانها فورا. أنا رايحة زيارة تعارف بس لنعرف مين بيكونوا أصحاب الشركة. إيه شو رأيك بهالخطوة؟ كتير مهمة، بس ما في شي مضمون. أنت اللي رح تضمنها يا ماجد، وهالشي كتير مطمئن منه. رح تبلش من الصفر وتحضر عرض جديد. ايه بس ما في وقت. ليه؟ إذا كنت ما بدك تنفذ قل لي. لا مو هيك بقصد أبدا. لك ما تاكل هم، اطمن إن شاء الله من لحق معنى هبلش. ورجيني همتك ماجد. رح حاول كل جهدي.